أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن نتواجد في أحد مساجد مدينة تلكرم، المسجد القديم وسط مدينة تلكرم، للحديث مع النازحين من مخيم تلكرم، لرصد الأوضاع داخل المخيم وماذا حدث لهم، هل هم مجبرين على الخروج داخل من خارج عفوا المخيم. نتعرف على حضرتك. الأخ نهاد مرعي من مخيم تلكرم. أنا طبعا في وكالة الأمن نروى، يعني كان عندنا اجتماع وانحشرنا في تنورين، كان عندنا اجتماع وفجأة هيك ما عدوا الجيش ولا فايت على المخيم. طبعا انحشرنا في المخيم هون، وطبعا حاصروا كل المخيم. بس طلعت أنا وشاب صاحبي الدكتور، طبعا وصلني لحار الشراكة بسبة إني أأمن منطقة اللي نقعد فيها. أنا في لي قريب ابن خالتي طبعا، وفي عنده ناس كثير هناك. اضطرينا ان نروح عدار تاني عند أصحابنا، وطبعا الشباب كلهم أجوا هون يعني. وطبعا الجيش حاليا في بيتنا، يعني منزلين أهلي كلهم بأوضة واحدة، بيجيبوا ناس بحطوهم في الدار، يعني كأنها ملك أبوهم البيت اللي بيقعدوا فيه. والحمد لله على كل حال، يعني مستخدمين البيت كثكنة عسكرية، تكنة عسكرية، وعقبالنا في روضة حاطين فيها برضو تكنة عسكرية، يعني اللي بيشوفوه يعني لو في قط بطخه بضرب عليه إطلاق نار. والحمد لله، معنى هذا عدو، يعني خلص، في أن الله يعني اللي بيحمل الكل. شكرا. سنحاول رصد المشهد مع أحد المواطنين من مخيم تلكرم. نتعرف عليه. باسم الدرات، ايش اللي صار معكم؟ والله اللي صار معنا، انا بني ادم كنت طالع على الشغل زي هالعالم، فبتفاجئ بلغوني اهلي انه القوات الخاصه عندنا في الحاره، فمن كثر ما هم بشعين يعني، وجيش همجي قتلوا وحده وهي طالعه من الدار، وبنت جيراننا وهي طالعه تفاجأت فيهم وجتها سكته قلبيه، وفي مسعف طخوه في اجره، وحاليا هي في العمليات. جيش همجي جدا، هم بيحاولوا قدر الإمكان إنهم بدهم يستغلوا هاي الحالة ويستغلوا شبابنا عشان يستفردوا في المخيم وينهوا حالة المخيمات وينهوا قضية العودة. فبحاولوا قدر الإمكان إنهم يهجرونا من أراضينا، بس إحنا قاعدين على الفاضي. يعني إحنا اللي زينا عدم المؤاخذة، لو ما كنا برا المخيم ما بنطلع، بس هم بحاولوا قدر الإمكان إنهم يطلعونا وينهونا، مش راح يطلعوا بيديهم. يعني انتوا كنتوا خارج المخيم وما قدرتوا ترجعوا على صحيح، احنا كنا خارج المخيم. طبعا بتواصل مع اهلي، مقطوعين من المي، من خبز، من جميع الحاجات الاساسيه، وحاليا الاحتلال قاعد بدمر وبفجر بيوت، والهجم اللي هجموها هاي هذا الاقتحام دمر البيوت بشكل كامل. يعني في بيوت عندنا في المخيم مش صالحه للسكن. شكرا. سنحاول أيضا الاستماع إلى شاهد عيان آخر. تعرف عليه. أسامة ركمان من حارة البلد مخيم تلكرم. إيش اللي صار معكم؟ والله اللي صار، أنا كنت في الدار، المرة قالت لي الولاد كانوا في المدارس، رحت عشان أطلعوا من فاتوا الجيش، ما عرفت أوصل لهم، ما لحقي تطلع إلا الجيش كانوا محاصرين الحارة، وظلت محشوك هنا. طبعا هاي اللي صار، وحتى حصروا الأولاد واطلعوهم الساعة، راح الهلال الاحمر والهذول اطلعوهم في الليل، وما بعرفش وين ودوهم، ومش عارف اتواصل مع اولادي ولا عارف اشوف شو، لانهم هاي اربع ايام وما بعرفش عنهم شيء. هاي اللي صار، سيدنا نعمل بعين الله. شكرا لك. نتعرف على حضرتك. حسن الحارثي من تلكرم المدينه. احكي لي ايش اللي صار معكم. اللي صار معنا، انا والله مستقبل اهل المخيم، يعني اللي بنزحوا ولا عدورنا على المساجد، تأمين الشباب، تأمين العائلات، بارك الله في المسجد القديم، يعني استقبال الشباب واستقبال المصلى النساء. تعرف كيف في نسوان خلاص بتروح على قرايبهم، بظل الشباب هون يعني. فشايف أنا النزوح بشكل عدد كبير هذا بالمسجد القديم، غير اللي راح برا، يعني غير اللي راح على طريق البلاونة لتحت، احنا قدرنا ناخذه من هنا بناخذه. تعرف كيف يعني، حتى نسيبك من الصور، انه الدمار كان في مخيم تلكرم غير طبيعي، يعني مش انه تقولي دمار عبثي، الدور 80%، مش اقول لك 70 80% لا تصلح للسكن. طب بعد هيك هسه بعد الاقتحام اربع ايام ولا خمس ايام، زي هذا بقول لك الاخ مش مطمن على اولاده ولا مطمن على اهله. طب بعد اربع ايام يمدروا على داره، مش لاقي شيء بداره، الدار بيطلع منها ما بكسروها بتلاقوها حارقينها. طب وين بده يروح بعديها؟ بده ينام في الشارع؟
بزبطش، لازم يكون هذول برضه لقدام مأمنين لهم امورهم. يعني احنا سمعنا انه الاوقاف والمؤسسات تم فتح المساجد، هل هي مؤمنه لاستقبال النازحين واللي مجبرين على الخروج من المخيمات؟ لاستقبال اول شيء نشكر وش الاوقاف، بشكر الاوقاف وقفوا الشيخ ماهر برضه على فتحه المساجد، وقفته معنا، فهمت علي كيف؟ هسه بما ذلك انه الاوقاف غير انه تفتح المساجد ما قدمت، يعني شكر لها طبعا، اما بالنهايه لم تقدر، ما بتقدر تامن مسكن محترم لك 30 فرش ولا 40 فرش ولا مخدات والامور زي هيك. الاكل والله برضه ما شاء الله من اهل الخير، من اهل البلد تركان، مش مقصرين طبعا، عرفت علي كيف؟ لا باكل ولا بشرب، خاصه الشيخ ماهر مسعود امام المسجد موجود مع الشباب، شو بدهم نقصهم، شو بدهم كذا، وفعلين الخير مع اهل طول كرم برضه. انا عشان ما حدش ينظر اهل طول كرم برضه، طول كرم والله ما قصر بالواجب، طول كرم كانوا موجودين برضه على دوار الشاهد، على المثلث الشاهد يستقبلوا اي حدا يجي من مخيم سياراتهم كذا ينقلوا مع بيت مأمن وعلى المسجد القديم وعلى هنا، ما يقصروا فيهم، تعال كيف. اما بالنسبه انه تامين انه مخدات فرجات، ما بيقدروا يامنوا لك 30 فرشه، ما في تامين الحكي هذا، الاكل من اهل البلد، وشكرا لما فتحت المسجد يعني. شكرا لك. سنحاول الحديث مع أحد الخارجين من مخيم تول كرم عقب استمرار هذه العملية العسكرية وإجبار المواطنين على الخروج من نتعرف عليك. شكرا. سنحاول الحديث مع هون. لهون. نعم، يعني هذا هو الحال داخل مساجد مدينة تول كرم. نتعرف عليك. احكي بقى وين بحكيش معنا. يعني يبدو أن شهود العيان لا يريدون الحديث نتيجة لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشبان من داخل المخيمات وتعامل معهم بطريقة قاسية بالاعتداء والضرب الوحشي والهمجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يحدث داخل المخيمات، حتى عند خروجهم من المخيم لا يستطيعون الحديث نتيجة لترويعهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يعني هم حاليا داخل المساجد في محاولة ل يعني إيجاد مأوى لهم. يعني هون أحد شهود العيان، تعرف عليك. أحمد ياسين مارك. من وين حضرتك؟ مخيم تول كرم. إيش اللي صار معكم؟ ولا شيء، فيش هجم على المخيم وضلت نهرب بس. يعني أنت طلعت بدون ما حدا يحكي لك؟ لا، شفته بيهرب العالم انا هربت معهم. ليش طيب طلعت من المخيم؟ شو ليش؟ يعني مسكوني بالدار طبشوني جاهز. يعني هم بيعتقلوا الشبان بشكل همجي واعتداء عليهم؟ اللي عمره 20 اللي عمره 20 باخدوه، اكل من تحيات باخدوهوش بالمستشفى امبارح عند عمرهم عشرينات كلهم دي لموهم المستشفى، حتى داخل المستشفيات. شكرا لك. يعني هذا هو الحال، الجميع مستهدف داخل مدينة ومخيمات تول كرم في محاولة لاعتقال جميع الشبان للتحقيق معهم ميدانيا، للتعرف على أماكن تواجد المقاومين والعبوات الناسفة داخل المخيمات في محاولة للاعتداء عليهم جسديا، ويعني أسئلتهم بطريقة تهز النفسية أيضا. هذا كله ما يحدث داخل مخيمات مدينة تول كرم. يعني دمتم في أمان الله.